بالنسبه للمقابله ديال فريق رجاء البيضاء وفريق شباب السالمي، كانت مباراه كارثيه بالنسبه لي انا، حيت انا محب لفريق رجاء البيضاء، وكنت باغي نشوف فريق رجاء البيضاء في اعلى مستوى، حيت كنشوفوا فريق السالمي في المراكز الاخيره بست نقاط وفريق رجاء البيضاء في المراكز المتقدمه ب 16 نقطه. يعني حنا خصنا نشوفوا الرجاء تربح بحال هذوك، بحال هاد الفروق اللي لعبه على النزول. بالنسبه لي كنحمل المسؤوليه الكبيره هو المدرب زيمباور، اللي بالنسبه للتغييرات اللي دار تغييرات كارثيه، كان خصو يدير شي تغييرات في المحل ديالها. الاوج العطاء ديالها، انا بالنسبه ليا راي شخصي ماشي الجمهور راه كيقول حتى هو الكلمه ديالو. نهضروا بعدا على قلتي لي على البيلانتي، حنا ما شناش، حنا حيت بعاد على كوراير بانت لينا لقطه، تمشيو للدار نشوفوا، نرجعوا للفيديوهات ونشوفوا ديك الساعه واش الحكم بصح ظلمنا ولا لا. وكيف ما قلتي سولتيني السؤال ديال باش الرجاء ترجع لاوج العطاء ديالها، انا كنشوف المدرب خاصو يحط السويرتات ديالو، سويرتات ويخلي الفريق الرجاء البيضاوي. ونقطه اخرى، خصنا شي لاعب، حيت ما غاديش نبقاو لاعبين حنا بمهاجم وهمي. مهاجم وهمي كيديروها الفرق الكبار بحال فريق مانشستر سيتي الى اخره، بايرن ميونخ الى اخره. حنا خاصنا سعود، خاصنا لاعب اللي غادي ماركي لينا. بالنسبه للمهدي كنتمناو ليه الشفاء العاجل باش نشوفوا حتى هو اللمسه ديالو، حيت حتى هو راه دار موسم الماضي، دار موسم زوين. اول حاجه النتيجه اليوم ما كترضيش فريق جمهور فريق الرجاء البيضاوي. حنا جينا نتفرجوا، كنا نحاولوا نديو ثلاث نقاط من محمديه على فريق شباب السوالم، والنتيجه اللي كان ديال الفتح وبركان تعادل، كنا على الاقل ندير ثلاث نقاط نزيدوا شويه لقدام، تولي عندنا 19 نقطه باش نبقاو ننافسوا على البطوله. والمسؤوليه كنحملها المدرب اخويا، المدرب ما كانش اليوم في المستوى ديالو، التغييرات اللي دار ما كانش يدخل عليه، يدخل الوردي، الوردي كان موقفو هابط الامل وجاي مدخلو دابا، واللعابه اللي تترينو ديما بحال مبارك ولا كامارا عطيهم فرصه حتى هما اللعابه. والرجاء خاصه قناص، كانوا يلعبوا بلا قناص بلا هداف، مشى علينا مالونغو، مالونغو خصنا شي قناص بحال مالونغو. وكنتمناو هاد النتائج ما تبقاش يتعاودوا. واش نقول لك، هادشي اللي كاين اخويا، وديما رجاء وديما رجاء، واخا حنا كنحبوا الرجاء كنتبعوا الرجاء، هادشي ما تيفرحناش اخويا، خصهم يشوفوا الاوراق ديالهم ويرجعوا كما كانوا. وحتى اللاعب ديال الرجاء ما بقاش هذاك اللاعب اللي كنا كنتفرجوا فيه الصراحه، اللاعب ديال الرجاء تيدوروا كره ضربه ضربه، ما كاينه بالاريط يضرب طول، لاعب ما والو، ما تيفرحش، خصهم يحاولوا يرجعوا الاوراق.